حفظكم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلنا لصاحبك يوم الجمعة ينصر والإمام يخطب فقد لوم عنصتوا رحمكم الله عنصتوا واسمعوا رحمكم الله عنصتوا واسمعوا وأقيموا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، اللهم قم الإسلام من المسلمين المسلمين والمؤمنين المؤمنين، ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة، رب اختم لنا منك بالخير فيا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الحمد لله، الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا شبه له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، أرسله للخلق كافة بشيرًا لمن صدق واتبع، ونذيرا لمن كذب وابتدع،
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراج والعلم دافع البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب موضوع مرفوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون بخير الدنيا ونعيم الأخرى. وتقوى الله سبحانه وتعالى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. تقوى الله وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله خير زاد يعده المؤمن ليوم الحساب، خير زاد لرمسه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. تقوى الله في السر والعلن علامة على سعادة ذلك العبد وقربه من الله. إن أردت أن تعرف قدرك عند الله فاعلم واعرف ما لله عندك، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فما دمت تطلق لسانك على إخوانك بالغيبة والنميمة وإطلاق الإشاعات التي تفترف بها الكذب على الله سبحانه وتعالى، فأنت لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك. ومن سلم المسلمون من لسانه ويده فذاك هو المسلم. أما ما دمت تكتب رسائل في الاس ام اس أو في الويا أو غير ذلك من الإشاعات الكاذبات ومن الصور الفاضحات ومن الكلمات المؤذيات فتنتشر في الآفاق، فإن من كذب كذبة وانتشرت في الآفاق ذاك يعذب إلى يوم القيامة، يعلق كلب من كلالي بالنار في شدقه الأيمن حتى يبلغ إلى قفاه، ثم يبلغ ذلك في شدقه الأيسر حتى يبلغ إلى قفاه، ثم يرجع الشدق الأول كما كان، وهكذا يعذب إلى يوم القيامة. هذا عذاب في القبر، فكيف عذاب يوم القيامة؟ فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالله الله بالصدق فإنه يهدي إلى الجنة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الصدق يهدي
الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فمن أراد سلوك طريق الجنة فعليه بالصدق، فالصدق ينجي الإنسان لأن عاقبته حسنة، وإن كان في بداية الأمر تؤذي بعض الناس. والكذب عاقبته سيئة، وإن كان في بداية الأمر تميل إليه نفوس بعض الناس. فقد حرم الله الكذب، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. وأعظم من هذا إذا كان يحلف يمين كذبا فذاك يغمس في جهنم. فاليمين الكاذبة التي يحق بها باطلا أو يبطل بها حقا فذاك يسمى اليمين الغموس، لأنه يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. وكل صفقة أو بيع أو شراء تم على الكذب أو باليمين الكاذبة فلا بركة فيه. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: اليمين موفقة للسلعة، ممحقة للبركة، تنفي البركة عنك وعن مالك وعن متاعك، لا بركة في ذلك كله. فإن من فعل ذلك لا ينظر الرحمن إليه يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم من جميع الأخلاق الذي يبغضها الله سبحانه وتعالى، ويجعل لنا ولكم نصيب من كل خلق يحبه الله سبحانه وتعالى. من تقوى الله سبحانه وتعالى التناصح، فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: الدين النصيحة، ولن تبلغ درجة الإيمان إلا بالمناصحة. فقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وعلى أموالهم. فإن بالأمانة تكون لك الصيانة، وبالإيمان تعلى لك الدرجات عند رب البريات سبحانه وتعالى. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام في الظاهر والباطن، فإننا دين الإسلام دين السلام، دين الأمان، دين الإطمئنان. ما دخل إلى بلد إلا وحل فيه الأمان، وحل فيه الإطمئنان. وقد أساء كثير ممن يدعي الإسلام للإسلام بنشرهم الفتن وبنشرهم الإرهاب بين الناس، وذاك ليس من أخلاق الإسلام ولا من أخلاق سيد الأنام محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن الإسلام دين جاء لإصلاح أمر الإنسان في معاشه وفي معاده. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله الله رحمة لجميع الخلق، حتى أنه رفض أن يدعو على المشركين. عندما قيل له: ألا تدعو عليهم؟ قال: إن الله سبحانه وتعالى لم يجعلني لعانا بل جعلني رحمة. أبى ذلك، وهم كفار، آذوه، سبوه، شتموه، حاربوه، ماذا عليه؟ وقد أرسل الله له ملكا
يقول له إن الله أمرني بطاعتك بعدما شاف من الشدة والأذى من أولئك الذين عتوا عن أمر الله وعاندوا الله وعاندوا رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فمرني فيهم أصنع بهم ما تأمرني، إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين أي الجبلين فلا يصبح منهم أحد على قيد الحياة فعلته. فماذا قال الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال لا، إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين، من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هكذا هو الرؤوف الرحيم، حتى رحم على من آذاه وعلى من عاداه. رأى جنازة لكافر يمشون بها فدمعت عين الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قيل يا رسول الله إنها جنازة كافر، قال نسمة شردت مني إلى النار. ما بغى أحد يدخل النار الحبيب محمد، بغى الناس كلهم إلى الجنة. فلهذا يقول كلكم في الجنة إلا من أبى. قال يا رسول الله ومن يأبى الجنة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم من صدقني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. هذا هو الصراط المستقيم، اتباع الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلما بلغك أمر فامتثل أو نهي فأتمر، فامتثال الأوامر واجتناب النواهي هو تقوى الله. كلما بلغك أمر سمعنا وأطعنا، ولا نقول كما من تقدم من الأمم السابقة سمعنا وعصينا، فإن قلنا سمعنا وأطعنا وقبلنا ما أمر الله سبحانه وتعالى وقبلنا ما نهى الله عنه فأتمرنا وانتهينا، فإن الله يخلق فينا المعونة والتوفيق والنصر والرحمة. لماذا؟ لأن القلوب قد قبلت ما أمر به علام الغيوب سبحانه وتعالى. فاقبل الله، فاقبل على الله يقبل سبحانه وتعالى عليك، فإن كل إنسان ميزانه بيده، فمن أراد أن يعلم ما مقامه عند الله فيعلم كيف هو مراقبته لله سبحانه وتعالى. تعرف مقامك عند الله سبحانه وتعالى، كيف مراقبتك؟ هل تخشى الناس أو تخشى الله؟ فذاك في بعض الناس صفة نفاق، يخشى الناس، فإذا اختلى بربه سبحانه وتعالى ولا تراه كمرة الناس بارز رب الناس بما يغضب رب الناس، فيقول له رب الناس سبحانه وتعالى عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك. فإن هذا مقام الإحسان، مقام المراقبة، لا يبلغه العبد إلا إذا راقب الله في سره وفي جهره، في حركاته وفي خطراته، تراقب الله سبحانه وتعالى. إذا فعلت هذا ما حكم ربي في هذا؟ تراقب الله، ما بيقول ربي في هذا؟ هل بيحمدني على فعلي وقولي أم لا؟ لكن اعتكس في هذا الزمان في كثير من الناس، يقول ماذا بيقول الناس علي إذا أنا فعلت كذا؟ ماذا بيقول الناس علي إذا أنا تكلمت بكذا؟ ولا يهمه اطلاع رب الناس سبحانه وتعالى. يراقب الناس ولا يراقب رب الناس. فإن العبد المؤمن هو الذي يمشي على سنن سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم،
حتى يحوز رضا رب الناس، لكن الوسواس الخناس يؤذي الناس في إيمانهم في عبادتهم حتى يخرجهم عن الصراط المستقيم منهج الرؤوف الرحيم محمد، لأنه يريد أن يكثر حزبه ليكون معه من أصحاب السعير، والعياذ بالله لا يجعل لهم عبادة مخلصة لله، بل يدخل لهم الرياء ومحبة الثناء عند الناس ومحبة الدنيا حتى يخرجهم من أعمالهم مفاليس. حتى الصلاة لا يخلصها لله، فإنه إذا دخل الصلاة قال له الشيطان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى يخرج من الصلاة بلا صلاة. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل فيها. فاحرص، هي دقائق معدودات أن تكون بين يدي رب البريات في الصلاة، فأنت في حضرة رب البريات اجعل قلبك في هذه الدقائق مع الله، لا تذكر فيها سواه، يحمدك الله، وحينئذ تكون لصلاتك ثمرة، تنهاك عن الفحشاء، تنهاك عن المنكر. هكذا هو ديننا الإسلامي، أعمال يسيرة في هذه الدار القصيرة وفيها نعيم الأبد. فإن كل إنسان بر وفاجر مؤمن وكافر يؤمن بالموت، لكن البر المؤمن يؤمن بما بعد الموت من حشر ونشر وحساب وجنة ونار، هذا المؤمن. لكن الكافر يظن أن من مات مات، وما يدري المسكين أن بعد الموت ذاك هو الوطن، ذاك هو الوطن، فاعمل وهيئ زاد لذاك الوطن، الوطن ما بعد الموت، لأن فيها الحياة المستقرة الدائمة. أما دار الدنيا ما فيها استيطان، إنما هي دار ممر. فلهذا يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإن أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي أنك أعمل لدينك كأنك تموت غدا، وأعمل لدنياك كأنك لا تموت أبدا. ما أمرك الله سبحانه وتعالى أن لا تدبر أمر معيشتك؟ نعم أمرك بذلك، لكن نهاك أن تنسى ما أمرك به. فلهذا أثبت الله سبحانه وتعالى لخيار الناس أصحاب سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رجال لا تلهيهم تجارة عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فلم ينفع عنهم الأسباب، بل أعلمنا بأن لهم أسباب في الدنيا، لكن لا تشغلهم عن طاعة الله ولا توقعهم في معصية الله. فالله الله عباد الله، نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر، فإن التواصي هو أساس هذا الدين. فمن جهل شيئا عن أمر دينه فليسأل أهل الذكر، قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كما تحرص على إصلاح أمورك ومتاعك وجوالك، فلا تنسى أن لا تجعل دينك أهون عليك من جوالك، فإنك تبعث على المهندس الجيد ليصلحه لك. فلماذا لا تسأل عن الذي اتصل علمه بالنبي محمد ليفتيك في أمر دينك حتى تكون على سنة على سنن ثابت وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن تواصى بالحق وتواصى بالصبر وثبت على الإيمان أولئك هم القوم الذين قد نجوا من الخسران. فالله لا يجعل فينا وفيكم أحد من أهل الخسران، وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار. صل اللهم عليه وعلى آله الأطهار وصحابة الأخيار عدد نعمك وإفضالك يا رب العالمين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن تقوى الله سبحانه وتعالى أن تجدد توبة في كل حين وفي كل أوان، وتكثر من الاستغفار والرجوع إلى العزيز الغفار، خصوصا في آناء الليل وأطراف النهار، خصوصا في أوقات الأسحار، حيث ينادي منادي العزيز الغفار: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب فأعطي وما طلب. في تلك الساعة في كل ليلة ينادي منادي العزيز الغفار، لكننا في لهو وفي سهو عن تلك الساعة، الساعة العظيمة التي ينادي منادي الحق فيها في كل ليلة، ليس في خصوص ليلة معينة في العام، في كل ليلة. هذه الساعة فيها استجابة الدعوات، هذه الساعة تقال فيها العثرات. عجيب لمن به مرض، لمن به هم، لمن به غم، يتجاهل تلك الساعة. ولو قام في تلك الساعة منكسرا لله لاستجاب الله سبحانه وتعالى دعواه وشفاه وقضى دينه وغفر ذنبه. فتلك ساعات الإجابة. فاجتهد الدعاء لنفسك ولأحبابك ولإخوانك المسلمين، فهذا هو الاهتمام بأمر المسلمين، أن تدعو لهم في أوقات الإجابة، في كل وقت ترجو فيه الإجابة، هنا تكون مهتماً بأمر المسلمين. وليس الاهتمام بأمر المسلمين أن تبحث في القنوات الفضائيات وفي جوجل عن أخبار ما لا تسمن ولا تغني من جوع، ذلك إنما هو الفضول والدخول فيما لا يعني. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فأكثروا من التوبة والاستغفار، وأكثر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وأكثر من الصلاة على الحبيب المختار محمد سيد الأبرار، فإنها الوسيلة العظمى في استجابة الدعوات وقضاء الحاجات وبلوغ الأمنيات. فأكثر من الصلاة على سيد السادات محمد، فمن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى عليه مرة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. ما أعظمها من ثواب من رب البريات. ف
فإنها مقبولة على الإطلاق. كل الأعمال بين القبول وبين رد، إلا الصلاة على الحبيب محمد فإنها مقبولة على الإطلاق. فأكثروا من الصلاة على النبي محمد تقضى لكم الحاجات وتكونوا في حفظ وأمان من البليات ومن الفيروسات والأذيات، ويصلح الله سبحانه وتعالى ببركة الصلاة على النبي الأولاد والذريات. فكيف لا نكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ وقد أمرنا الله بأمر بدأ به بنفسه، وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال تعالى مخبرا وآمرا تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله أجمعين، خصوصا ذات القدر العلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما فاطمة الزهراء البتول بضعة مولانا الرسول، وعن أمها خديجة الفضلة محبوبة الرسول، وعن سائر أزواج رسول الله، وعن سائر أصحاب رسول الله، وعن سائر أهل بيت رسول الله، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح من في صلاح صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر هذه البلاد إندونيسيا واليمن والحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين، واحفظها من الفتن والإحن ما ظهر منها وما بطن، واحفظها من البليات والأذيات والمصيبات والفيروسات، واجعلنا وإياهم في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات، واغفر لنا ولهم ما ظهر واحفظنا فيما بقي وما هو آت. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروا نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، sedikit mengambil intisari daripada ceramah beliau. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Muhtar memulai khutbah Jumatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala pujian yang kita ketahui ataupun yang kita tidak ketahui atas segala nikmat baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari. Kemudian juga beliau mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk sebagai pemberi kabar gembira kepada orang yang mau mengikutinya, dan sebagai pengancam bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bagi beliau melanjutkan dengan salawat taj dan kemudian salawat miftah ibadah rahmatillah, beliau mengucapkan wasiatul taqwa, wasiat tentang ketakwaan, yang mana orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat.
dan takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad dan kepada umat-umat terdahulu, sebagaimana dalam ayat Allah berfirman walaqad wassayna alladziina utul kitaaba, sampai terakhir ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kami telah memberikan wasiat kepada kalian, kepada orang-orang sebelum kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahwasanya takwa adalah bekal yang paling baik yang dibawa oleh seorang hamba untuk menghadapi hisab hari pertanggungjawaban kelak di yaumil akhirah, yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari ketika tidak akan ada lagi gunanya harta dan anak keturunan kecuali orang-orang yang membawa hati yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah, beliau melanjutkan bahwasanya takwa adalah alamat kebahagiaan dan alamat beruntungnya seorang di hadapan Allah. Ketika kita ingin tahu nilai kita di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah nilai kita di hadapan Allah. Di antara bentuk ketakwaan yang harus dijaga adalah bagaimana kita menjaga lisan kita dan tangan kita untuk tidak mengganggu dan menyakiti orang-orang yang berada di sekitar kita. Karena baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dikatakan muslim adalah orang yang selamat orang yang berada di sekitarnya dari tangannya dan dari lisannya. Orang yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat mengejek, orang yang selalu mengeluarkan kalimat-kalimat ghibah, melontarkan kata-kata yang menyakiti orang di sekitarnya, bukanlah orang yang benar-benar muslim di hadapan baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu marilah kita jaga lisan kita, kita jaga tangan kita, jangan pernah mengucapkan dan juga jangan pernah mengirimkan pesan-pesan baik lewat SMS, lewat WhatsApp, lewat berita-berita di media sosial untuk mengungkapkan kebohongan-kebohongan atau sesuatu yang belum benar kebenarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyebarkan berita bohong akan diazab di kuburannya sebelum diazab di dalam kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam beliau bersabda bahwasanya al-kadzib yahdi ilal fujur, kebohongan akan menjadikan seorang menjadi seorang yang penjahat di hadapan Allah, menjadi orang yang buruk di hadapan Allah, dan kejahatan akan membawa seorang menuju neraka disiksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwasanya was-sidqu yahdi ilal bir, dan kebenaran, kejujuran akan membawa seorang menjadi pangkat hebat di hadapan Allah, dan kehebatan tersebut yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kejujuranlah yang akan menyelamatkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan kejujuran akan berakibat baik walaupun ketika mendengarnya akan terasa menyakitkan, namun ketika itu adalah kejujuran, pasti akibatnya, pasti hasil akhirnya adalah kebaikan. Sebagaimana sebaliknya, kebohongan walaupun terdengar nikmat, kebohongan walaupun terdengar enak, namun hasilnya akhirnya adalah kejahatan, hasil akhirnya akan menyakitkan walaupun awalnya adalah kenikmatan. Rasulullah, dan kemudian beliau melanjutkan bahwasannya di antara hal-hal yang perlu kita jaga adalah bersumpah dengan sumpah-sumpah yang bohong. Jangan pernah bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu, karena sumpah palsu itu disebutkan oleh Nabi Muhammad dengan julukan al-yaminul ghamus, yaitu sumpah yang menenggelamkan. Kenapa disebut menenggelamkan? Karena sumpah kebohongan, sumpah yang tidak jujur akan membawa orang tersebut tenggelam di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan kata beliau, segala tindak tanduk kita termasuk dalam kita bertransaksi jual beli, apapun yang kita berikan kepada orang lain untuk dagang, jangan sekali-kali membawa sumpah, apalagi sumpah itu adalah palsu. Karena sumpah yang palsu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan merugikan dagangan, membuat rugi dagangan dan menghilangkan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sumpah-sumpah palsu dan lisan-lisan yang mengatakan ketidakbenaran. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya di antara takwa yang selanjutnya adalah saling kita memberi nasihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita satu sama lain sesama muslim saling memberikan nasihat kepada saudara-saudara muslim yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, "Tidak akan kalian masuk surga kecuali kalian beriman, dan kalian tidak akan dikatakan beriman kecuali ketika kalian saling menyayangi." Sehingga orang yang saling menyayangi akan mengingatkan saudaranya ketika
berbuat salah, akan saling menasehati saudaranya ketika berbuat keliru. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menekankan bagaimana cara kalian agar saling membuat kalian saling mencintai. Maka caranya di antaranya adalah afsyus salam, sebarluaskanlah salam di antara kalian. Islam, kata beliau, adalah agama yang penuh kedamaian, agama yang membawa ketenangan kepada pemeluknya dan bahkan kepada para pendengarnya. Islam tidak pernah masuk ke satu negeri kecuali negeri tersebut akan diliputi keamanan. Islam tidak pernah masuk satu daerah kecuali daerah tersebut akan terasa bagaimana nikmatnya kedamaian. Sehingga bohong apabila ada orang yang membawa nama Islam namun menyebarkan ketakutan, menyebarkan radikal, menyebarkan kebohongan. Karena Rasulullah SAW sama sekali tidak pernah membawa hal tersebut. Bahkan pernah satu waktu Rasulullah SAW diminta oleh para sahabat untuk mendoakan orang musyrikin yang telah mengganggu beliau, namun beliau menolaknya. Karena Rasulullah SAW bahkan mengatakan, Allah tidak membuatku, Allah tidak memutusku la'anan sebagai pembawa laknat atau pembawa bencana. Namun Rasulullah SAW adalah sosok yang membawa kedamaian. Bahkan ketika malaikat di Taif, malaikat datang untuk mendengarkan apapun perintah Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad disiksa, setelah Nabi Muhammad dilempari batu dengan segala kehebatan yang menimpa beliau, musibah yang menimpa beliau, malaikat menawarkan bantuan, menawarkan akan menghantam penduduk Taif ketika itu dengan hantaman gunung. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh kedamaian. Rasulullah menjawab, "Jangan wahai malaikat, karena aku berharap apabila mereka belum beriman, aku berharap anak keturunan mereka yang dilahirkan akan menjadi anak keturunan yang beriman." Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana rahmat bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita. Kasih sayang bukan hanya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita, namun kasih sayang harus kita sebarkan bahkan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu pernah ada satu orang jenazah dipikul, dibawa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata jenazah yang dibawa tersebut adalah jenazahnya orang kafir, jenazahnya orang yang bukan Islam. Menetes air mata Nabi Ginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para sahabat terbingung, "Ya Rasulullah, itu tadi yang dibawa adalah jenazahnya orang kafir." Apa jawaban Nabi Muhammad? "Bagaimana saya tidak sedih? Satu nyawa lepas dari diriku menuju api neraka, aku tidak berhasil menyelamatkannya." Begitulah rahmatnya Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya di antara tanda keimanan adalah menerima apa yang dibawa oleh Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian akan memasuki surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga, kecuali orang yang enggan." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, semua orang pasti akan masuk surga, mungkin tidak ada orang yang enggan untuk masuk surga." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya orang yang patuh terhadap perintahku adalah orang yang mau masuk surga, orang yang melanggar perintahku adalah orang yang berarti enggan untuk memasuki surga. Maka kata beliau, "Mari ketika ada perintah syariat, katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah dan kami taati perintah tersebut." Jangan seperti umat-umat terdahulu, ketika nabinya mengatakan satu perintah, umat-umat terdahulu mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar nasihat tersebut tapi kami tidak mau nurut kepada perintah tersebut. Maka kata beliau, "Mari kita sambut syariat-syariatnya Allah, perintah Allah, mari kita sambut dengan gambutan tangan yang baik, karena sebagaimana kita menyambut syariatnya Allah, begitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyambut kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita terus menjadi hamba yang selalu memperhatikan bagaimana ridha Allah subhanahu wa ta'ala, yang memperhatikan dan menjauhi murkanya Allah subhanahu wa ta'ala." Dikatakan oleh beliau bahwasanya setiap kita itu timbangan dirinya ada pada tangannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika dia berani untuk melanggar Allah, disitulah Allah akan murka kepadanya, disitulah dia memilih untuk mendapatkan murka Allah. Banyak di antara kita tidak pernah muraqabah kepada Allah, tidak pernah memperhatikan bagaimana Allah melihat kita. Kita mungkin akan takut ketika ada kamera, namun ketika tidak ada kamera, kita tidak ada lagi akan lagi takut kepada kamera tersebut. Namun
kita tidak pernah tahu ada kamera yang selalu mengintai kita, yaitu pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dikatakan kita ini lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah akan memberhentikan seorang hamba yang tidak takut kepada Allah, selama sembari Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada hamba tersebut, "Abdi, aja'altani ahwanan nadhirin?" Wahai hambaku, apakah kamu jadikan orang yang paling remeh ketika yang kau lihat adalah aku? Kamu tidak takut kepadaku, namun kamu takut terhadap apa kata manusia. Kamu tidak takut kepada apa kataku, namun kamu takut kepada apa kata orang. Maka kata beliau, mari pikirkan apakah yang akan dikatakan oleh Allah, apakah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita, apakah murkanya ataupun ridhonya. Jangan pernah berpikir di antara kita bagaimana apa kata orang, namun pikirkanlah apa kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah setan tidak akan pernah berhenti, hadirin rahimakumullah. Ketika kita beramal, setan akan memasukkan pikiran-pikiran bagaimana apa kata orang, tidak pernah berpikir apa kata manusia, sehingga hilanglah sifat ikhlas daripada diri kita. Padahal ketika kita sholat, yang diterima dari sholat kita adalah bagaimana ukuran kadar ikhlasnya, kadar khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Ketika kita sholat, masuklah pikiran-pikiran duniawi, pikiran kerjaan, pikiran anak dan lain sebagainya, sehingga kita tidak pernah takut apa yang Allah pandang kepada kita, namun kita lebih takut apa yang dipandang oleh manusia. Maka masyaallah hadirin rahimakumullah, di dunia ini adalah tempat yang singkat, waktu yang singkat, dengan amalan yang pendek, yang tidak sampai beratus-ratus tahun, namun amalan singkat akan menentukan bagaimana kenikmatan abadi gentak di selama-lamanya di yaumil qiyamah kelak, ataupun adalah siksa abadi selama-lamanya. Orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah akan sama kepada orang yang kafir ketika ia mempercayai kematian. Orang iman percaya kematian, orang kafir pun percaya akan adanya mati. Namun bedanya adalah orang mukmin akan percaya apa yang menjadi pertanggungjawaban setelah kematian. Orang kafir ketika ia merasa kematian, mereka pikir selesai hidup dengan kematian. Namun kita akan terus berlanjut bagaimana pertanggungjawaban kita setelah kematian. Maka marilah ketika kita beramal, pikirkan amal yang akan membawa kenikmatan kelak di yaumil qiyamah setelah kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Ketika kamu masuk di waktu pagi, segeralah beramal, jangan menunggu sore hari. Ketika kamu ada di sore hari, segeralah beramal, jangan menunda-nunda sampai esok pagi, karena kalian tidak akan tahu kapan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman Allah, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah." Mereka orang-orang hebat adalah orang yang tidak dilalaikan oleh tijarah, oleh dagangan, oleh jual beli. Mereka tidak lalai untuk zikir kepada Allah. Allah tidak melarang kita untuk berdagang. Allah tidak melarang kita untuk jual beli. Andai kata Allah melarang kita jual beli, pasti Allah langsung mengatakan jual beli. Namun di ayat itu Allah menekankan bahwasanya walaupun mereka berjual beli, walaupun mereka berdagang, tapi mereka tidak pernah lupa untuk terus berzikir kepada Allah. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, jangan kita rusak hidup kita hanya dengan dagangan tanpa pernah berzikir kepada Allah. Jangan pernah rusak ingatan kita kepada Allah hanya dengan tijarah, hanya dengan dagangan dan lain sebagainya. Mungkin kita bingung ketika kita punya HP dan HP ini rusak, sebagaimana kita bingung ketika kita punya HP yang rusak, maka harusnya kita lebih bingung ketika kita punya pikiran dan hati yang rusak, yang tidak pernah terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah ketika kita melihat satu sama lain saudara kita, marilah kita saling mengingatkan di dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang tidak merugi. Kemudian di dalam khutbah kedua, Al-Hayy Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar, setelah beliau mengucapkan alhamdulillah dan salawat Nuril Anwar, kemudian beliau mengucapkan wasiatul taqwa, beliau mengajak kita untuk memperbaharui taubat kepada Allah dan selalu beristighfar kepada Allah, khususnya di tengah kegelapan malam, di waktu-waktu sahur, karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah setiap malam menurunkan rahmatnya seraya memanggil kepada kita hambanya, "Hal min mustaghfir?" Mana di antara hambaku yang mau beristighfar, yang banyak dosa minta ampun, hal minta'ib, mana hambaku yang mau tobat, mana yang punya hajat, aku akan kabulkan hajatnya. Dan itu dilaksanakan, itu diberikan kepada kita setiap malamnya. Maka beliau mengatakan, heran
mengherankan, sungguh mengherankan apabila ada orang yang mengaku banyak dosa, atau orang yang mengaku punya sakit, atau orang yang mengaku butuh hajat di hadapan Allah, namun tidak pernah meminta di waktu kegelapan malam, beristighfar kepada Allah, meminta hajatnya, bertobat kepada Allah, dan meminta hajat-hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi. Dan di antara doa kita ketika di kegelapan malam, usahakan bahkan setiap kita berdoa, selain kita berdoa kepada diri kita, mari kita doakan saudara-saudara kita. Karena itulah inti sari daripada memikirkan keadaan umat. Bukan memikirkan keadaan umat, memikirkan keadaan orang lain sesama muslim, itu kita buka HP cari kabar, bagaimana kabar terbaru, kabar paling aktual. Itu bukan memikirkan keadaan muslim, tapi memikirkan keadaan muslim adakah dengan terus mendoakan sesama muslim di dalam doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mari, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadis beliau bersabda, "Tuba, sungguh beruntung orang yang mendapati nanti di dalam catatan amal perbuatannya banyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah." Dan juga marilah kita perbanyak hidup kita dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu salawat kita akan dibalas 10 salawat oleh Allah. Satu salawat kita akan dibalas 10 naiknya pangkat oleh Allah, naiknya derajat, ampunan dosa 10 kali lipat sebagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal pasti akan masuk kemungkinan antara diterima atau ditolak oleh Allah. Namun salawat kepada Rasulullah adalah amal, satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan barokah salawat, Allah jaga negeri kita, Allah jaga keluarga kita dari penyakit-penyakit, Allah jaga anak-anak kita, lingkungan anak-anak kita dari segala penyakit, segala virus, baik penyakit zahir ataupun penyakit batin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.